فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إنه مبتلى بخروج الريح خاصة عند الوضوء، يقول لا أكاد أستطيع إكمال الوضوء إلا وقد خرجت الريح، هل أكمل الوضوء مع هذا الأمر أم كيف أصنع وكيف أصلي؟ هذا على أحد حالين، إما أنه وسواس ولا يلتفت إليه، تسلط عليه الشيطان عند الوضوء يعني يظهر له أنه خرج منه ريح لأجل يشوش عليه، لا يلتفت إليه، يمضي في وضوءه ويصلي والحمد لله. أما إذا تأكد أنه يخرج منه ريح، تأكد يقينا، سمع صوتا أو شم ريحا، الرسول أعطانا علامة نمشي عليها، إذا وجد علامة من الريح أو من الصوت، صوت الحدث، فإنه يتوضأ. وإن كان هذا دائم معه، دائم ما يروح، هو هذا حدثه دائم، توضأ عند الصلاة، عند ما يريد الصلاة يتوضأ ويصلي ولو خرج منه ريح. نعم.